واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف مناطق عدة في قطاع غزة، خاصة على خان يونس، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات. هذا وقصف الطيران الإسرائيلي المنطقة الوسطى لقطاع غزة ومحيط مسجد في مخيم اثنين بالنصيرات، بينما تواصل القصف المدفعي على محيط مناطق جبلية البلد شمال قطاع غزة وحي تفاح شرق مدينة غزة. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم 87، ما أدى لاستشهاد 21,978 شخصا وإصابة 56,697 آخرين، أغلبهم من الأطفال والنساء، إضافة لآلاف المفقودين في حصيلة غير نهائية.